سعد من محافظتي وكان في هنا. انا حضرت وجيت محافظ السنة فاتكلم قال لك ده حاجة في بالله يعني ده ما رجح ما رجعناش. ففي اللحظة ده كله فهم يعني الشك وصل خلاص ان الناس دي كرجوعهم ما ترجعش خلاص. فالناس تهيأت على كده عرفت ان الناس دي كله يعني حتى الناس كانوا يشتروا من عقبات هنا وبيجوا. فبس اروح المتجر قال لا ما تصدقش الناس دي ماتت خلاص. لو ما ماتتش ما كانش دي محافظ ولا حاجه وكان زي على الخبر ان الناس طلعت في شغل في حركه في في فالناس حاسه وعارفه. بس بصراحه الموت نفسها وطريقه الموت نفسها ما يعني حتى ما ترضيش الله سبحانه وتعالى غلط. موضوع الضربة الجوية اللي قال بيها اكيد طبعا طيب. اكيد اتأخرت انت المفروض مش من ايام السيسي طبعا مبارك حصل في عهده كده السادات في عهده كده انت لو بتطلع بره مالكش كرامة. انما بعد الضربة دي سواء مسلم او مسيحة او هشوف الولايات المتحدة الامريكية بتعمل ايه لما يكون ليها مواطن بره شوف بتتعامل ازاي. ما طلعتش ناس من القضاء من عندنا هنا ما بتحاربش مثلا دول عشان مواطن ليها. انت لما بتسيب تسيب تسيب احنا 90 مليون احنا 90 مليون بتاخد في الكلمه دي وشعب كتير ماتوا 10 عادي ماتوا 100 عادي. الصين تعمل ايه اللي عندها مليون الهند تعمل ايه اللي عندها مليون. فكان لازم من الاول خالص انت لما بتضرب بيتعمل لك هيبه واحترام وللمواطنين. صدق بالله يا استاذ الضربه دي بتسمع الكل. كان في مره ناس راحت تشتغل زي كده وحياه النعمه دي وعيال زي كده كان يجري وراهم هناك في ليبيا برضه والجو كان هادي والمزارات ولا الكلام ده كان ما كانش يديه مغزى سبسة او سيجارة يعني يروح يشفطه بالزلطة فتح دماغه بخنجر يعني من زمان مش الايام دي. هي الحكومة عارف عامل زمان عامل معانا ازاي برا بس الناس لازم يجري عشان يجري في العيش 90 مليار في المئة. لما تروح عند سفارة هناك او قنصلية بيقول لك انا عامل لك ايه برا مثلا ابسط الامور. انت اي دولة تانية في العالم بترحب بمواطنيها بيجيب لها دخل و الى اخره خدت بالك بيرحب هو هناك في ليبيا العائلة اللي اتولد بيعملوا تأمين شهريا وفلوس ومراية متى ما بتعوضش او الحاجة دي بتراقب. بالعكس انا شايف يعني شايف ردة فعل الأقباط مش فرحانين بالفلوس او شيء هم فرحانين بالضربة اللي حصلت. لو ما كانتش حصلت الضربة دي كان هيبقى في شك بين المواطن وبين مؤسسات الدولة نفسها. يعني انت معناها كده بتاخد منا فلوس عايش بس ندفع في كهرباء ندفع في ميه اشتغلوا اقتصاد بطيخ الكلام اللي انت فاهمه ده وفكت الجد لما يحصل للمواطن حاجه ولا بتاع ما تعرفوش بالسلامه. مات عندك 90 مليون الباقي يكفي. بالعكس انت عندك ثروه بشريه لازم تحافظ عليها.